فيني اقول اسنانك حلوين ومهضومين، بس انت زعلت مني لاني كنت عم بحكيك الصراحه. ليش انت غيرانه من اسناني يعني؟ انا ليه؟ انا اسناني حلوين. انت اسنانك مضبطاها يعني عشان تصير موز. طب وانا بدي زبط لك اسنانك، وبعدين بعد ما عرفت انك انت شخص كثير مشهور مستحيل تطلع من هالعياده محطه تاتش. ليش هن ما خبروني؟ انا في واحد بفريق اسمه الزعيم. منو الزعيم؟ اول ايه الزعيم هيك شاب شعراته طوال كثير مهضوم كمان كثير مشهور، اول ما اجى كل الناس تصورت معه. عفوا. طب بتحب نبلش الشغل؟ خلاص هذا بس لك. انا بس لك شيء معلش، بس تعطيني انا هلا انت متخدر كامل، بس ابرد لك ايه، بس قصدي ابرد لك اسنانك شوي بهذا المشين، ما بوجعك صدقني، ابرد لك بليز كرمال. انت غيرانه من اسناني صح؟ دكتور عم بحكي، حكى معي الدكتور. تفضل يا دكتور. عملي لنا استلم الحاله بعد اذنك. نعم انا استلم الحاله بس هي عيادتي ورح ضلني موجوده. صدق انت احسن دكتور في الدنيا. الله يخليك. وانت اسوأ دكتوره في حياتي شفتها. ليه؟ عشان الميك اب زايد. اطلع برا لو سمحتي. لا عيادتي ما حدا بيطردني منه. خلاص انا بطلع برا. لا ما بيصير. يعني هلا اذا انا موجود بالعياده انت بتظهر عجبك يعني كثير عجبك كثير، ما لك علاقه بميك ابي. ميك ابي. انت شكلك دكتور، شكلك ممرض بالكثير. هاي لبسك ضعيف ممرض. حبيبي انتوا فاضيين؟ انا بصراحه بمشي. مو معقول تمشي قبل. انا ممكن يطلعوني برا، ممكن يطلعوني برا. ابقى شوي 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 شوي. انا جاي ما تجيني مو اسنان. انا ما ابغى لا اسنان ولا شيء. انا ما رح حمل اي شيء لك ذنب انه انا رح يطردوني لانك انت يطردوني. ترضى؟ بقيت لا بس انه عمل انساني. انساني خليهم يطردوني. انت زي اشكالك ما يشتغلون في العيادات المحترمه. خليني اصورك زي سيلفي مع بعض. يا ريت. ايش جابك؟ يلا. شفت اقول لك انه اشكالك مو اشكال الدكاتره، سيلفي تصير الحركات دي. أول شيء نحن يعني شاكرين وجودك معنا. مش من أول شكلك مو شكل الدكتور. والله قايلها شكلك مو شكل. عايز تزيع نزيع بقى. صحيح هذا مقلب ومقلبوني، وبصراحة هو أول مقلب، لكن في ناس أنا راح أتفاهم معاهم وأقولها على الصديق لا تثق فيه.